نعم أيمن، سريعا إلى نجم المنتخب الياباني في هذه المباراة بكل تأكيد وحارس المرمى كواشيما فيرست كونجراتيليشن. أولا نهنئك على هذا الفوز، هذه المرة الثانية التي تبرز فيها أنك حارس من تينة الكبار. نعم هذه الكأس أفرحتنا كثيرا، لقد كانت مباراة محتدمة جدا، وخلال منافسات كأس آسيا بذلنا قصارى جهدنا وطورنا طريقة لعبنا من مباراة إلى أخرى، واليوم برهنا أننا نستحق الفوز. بالنسبة لكوريا الجنوبية حصلت هي أيضا على عدد جوائز. بالنسبة لي لقد حصلت على الورقة الحمراء في أحد المباريات، ومن ثم استرجعت مؤهلاتي وأردت أن ألعب مع زملائي في المباراة النهائية، ولقد سعدت جدا أنني كنت موجود في المباراة النهائية. كان هناك تفوق بعض الشيء خلال المباراة لأستراليا، لقد لعبنا متلاحمين وكنا نجم المنتخب الياباني وسط بعض المضايقات من رجال الاتحاد الآسيوي. يبدو لي بأن هوندا النجم المنتخب الياباني أيضا متواجد هنا. هوندا فيرست كونجراتيليشن. أولا نهنئك على هذا الفوز، لقد كان فوزا رائعا. حدثني على الصعوبات التي تعرضت لها في المباراة. كانت مباراة صعبة، لقد كنت أتوقع مدى صعوبة المباراة. نحن سعداء بفوزنا بكأس آسيا، وأنا ممتن لمساندة الجماهير. في الشوط الأول كان التفوق لأستراليا، ومن ثم في الشوط الثاني تفوقتم على أستراليا. ما الذي حصل؟ لعبنا بطريقة جيدة أيضا في الشوط الأول، ولكن في وسط الميدان كان الأمر صعبا علينا بعض الشيء، ولكن المهم أننا فزنا، ويجب ألا ننفي أن أستراليا قدمت أداء رائعا. ماذا تقول للجماهير اليابانية وماذا ستقول لهم حينما تعود إلى اليابان؟ أريد أن أعود إلى اليابان، ولكن لا أستطيع أن أعود إلى اليابان، علي أن ألتحق بزملائي في نادي سيسكا موسكو، وبالتالي لدي ارتباطات، ولكنني سعيد جدا للجماهير اليابانية.